المكسر الوطني للسكك الحديدية في المواكبة ديالو للكوب 22، وكذلك بالالتزامات اللي خدا على في واحد المجموعة ديال المبادرات، يمكن نذكروا منها إذا جينا للجانب ديال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فالمكسر الوطني للسكك الحديدية قام بالحصيلة ديال انبعاثات ديال ثاني أكسيد الكربون لسنة 2015، واللي تبين منها ان في 23% ديال انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي هي من المسؤوليه ديال جميع انماط النقل. فالقطاع السكك الحديديه ما مسؤول الا على 2.6% من هاد 23%، مع العلم ان الحصيص ديال القطارات فيما يخص النقل ديال المسافرين والبضائع هو 8.5%. وبالتالي هذا الشيء كنستنتجوا منه ان القطار هو صديق البيئه، وبالتالي فالسياسات العموميه ديال التطوير ديال النقل ستعتمد الشبكه السككيه كالعمود الفقري ديال النقل اللي خص النقليات الاخرى في اطار التكامل ما بين الانماط، انها كما تجتمع في المحطات اللي كتعتبر هي لي اب ديال الحركيه المستدامه. من جانب اخر اننا في اطار النجاعه الطاقيه عندنا واحد المجموعه المبادرات، منهم اننا زودنا واحد المجموعه ديال المحطات منهم كمحطه نموذج المحطه ديال مراكش اللي هي حاليا 50% ديال الطاقه ديالها ناتجه على الطاقه الشمسيه. والاخر حاجه اللي يمكننا نتكلموا عليها هو توقيع ديال هاد الصباح، واللي من خلال واحد طلب العروض على الصعيد العالمي توصلنا انه باش نمشيو في اطار تزويد القطارات ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه باكثر من 50% انطلاقا من مصدر الطاقة الريحية. فهذا الشيء غادي يخول اننا غادي نستهلكوا تقريبا ما بين 160 حتى 240 جيكا واتر انطلاقا من الطاقة الشمسية، هو اللي وكتمثل تقريبا اكثر من 50% ديال الحاجيات ديال الطاقة اللي كتحتاجها القطارات في السير ديالها.